ينضم إلينا من الجزائر مراسل الغد كريم قندولي. كريم، بداية ضعنا في صورة الثلاثاء الخاص بمظاهرات الطلبة. نعم هبة، لم يختلف هذا الثلاثاء عن سابقه، نحن في الأسبوع الواحد أو 41 على التوالي، ولكن رغم هذه الأيام التي مرت لكن الطلبة متمسكون بموقفهم الرافضي لبقاء أو مطالب برحيل ما تبقى من رموز عهد بوتفليقة. اليوم كانت الانطلاقة مثل ما عهدناه من نقطة ساحة الشهداء إلى ساحة البريد المركزي، رددوا شعارات كلها في مجملها تدعو إلى تأجيل هذه الانتخابات لأنها لا تتوفر فيها شروط الأساسية للنزاهة، ويعتبرونها امتدادا للسلطة الماضية والنظام الماضي، خاصة وأنهم من أبرز رجالات بوتفليقة. إذن هذا هو المشهد، الشارع الآن لا زال ينتفض ولا زال مصرا على رفضه لهذه الانتخابات رغم أنه تفصلنا حتى الآن عنها 9 أيام فقط. طيب، فيما يتعلق بإضراب السكك الحديدية، كيف جاء مفاجئا؟ ألا انطلاق هذه الإضرابات ألا يكون بالتنسيق مع الشارع مثلا، يكون هناك إرهاصات لذلك الإضراب؟ يعني كان مفاجئا، لم يكن حتى مبرمجا، حتى الوكالة أو الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية نقلت من خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك، وقالت بأنه لم يكن مبرمجا وجاء مفاجئا. لو ننظر إلى الظاهر يظهر بأنه لا علاقة له لا بالانتخابات ولا بالشارع ولا برفض الشارع للانتخابات، ولكن كل شيء في هذا الوقت له دلالات، ونحن على بعد الأسبوع الأخير تقريبا مع دخول الأسبوع الأخير للانتخابات، لأن ذلك يخلق حالة من الفوضى وحالة من القلق والغضب لدى أوساط الشارع. تخيلوا أن في غياب وسائل النقل يعني والمواصلات، القطار تقريبا هو الشريان الحقيقي للنقل أو الربط الجزائر الشرقية بالجزائر وسط الجزائر أو الغرب وسطها، وبالتالي اليوم لما يعني يقوم ويشن هؤلاء إضرابا مفاجئا بهذه الطريقة قد يبعثر برنامج الجزائريين، وبالتالي يخلق تلك الهالة وتلك الفوضى وذلك القلق الذي ربما يؤجج الوضع أكثر. بالتالي نحن على بعد أيام قليلة من انتخابات، قد يكون لديها دلالات أخرى هذه الحركة الاحتجاجية، وإن كانت حركة تحمل مطالب فئوية اجتماعية لعمال السكة الحديدية. شكرا جزيلا لك من الجزائر مراسل الغد كريم قندولي.